صباح الخير او مساء الخير عليكم، ايا كان الوقت اللي بتسمعوا فيه الفيديو. برحب بكل المشتركين معايا في القناة، كمان برحب بالمشتركين الجداد وبقول لكم اهلا وسهلا. وبقول لك لو انت لسه جديد معانا واول مرة تسمعنا، اتفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. القناة تكبر بيكم وليكم، وعندي مفاجآت لسه كتير ان شاء الله هعملها في الفترة اللي جاية. هنقول النهاردة القراءة العاطفية لمواليد برج الجدي. شايفة طاقتك هنا، انا شايفاك عندك مسؤولية كبيرة جدا، مسؤولية كبيرة جدا فوق طاقتك وفوق احتمالك. تعبان، يعني حاسس ان انت شايل حمل، شايل هموم او شايل مسؤولية بالفعل. يعني ممكن تكون عندك التزامات او عندك حاجات كتير بتعملها انت في الوقت الحالي، حاسس ان هي تقلت عليك جدا. كمان شايفاك في حاجة عملتها او في حاجة بنيتها او في حاجة قدمت فيها لكن ما خدتش منها مقابل. انت قاعد مستني، قاعد مستني اللي انت عملته ده نتيجته هتكون ايه. كمان شايفاك حذر شوية في الفترة دي، قافل على يعني مشاعرك. انا بكلم هنا المتزوجين، يعني خايف كده وقلقان من حاجة او مش مدي الامان شوية. هنشوف دلوقتي ان ايه، عاملة جزئين، جزء هنا بتاعك وجزء الناحية دي للطرف التاني. شايفة علاقة الزواج دي يعني فيها ايوة شوية حب، فيها حب من الطرفين، لكن العتاب فيها كتير، المشاكل فيها كتير، الحيرة فيها كتير. يعني مش يعني وقت الحب فيها شوية صغيرين قوي، فيها كمان غموض، فيها حد ممكن يكون يعني محتار في الطرف التاني، او في حاجة مش فاهمها او مش عارفها عنه، او في حاجة عايز يتأكد منها. انت ممكن تكون يا برج الجدي، انا شايفاك عايز تمشي، ممكن تكون عايز تمشي، عايز تبعد، بس مش شايفاه بعد زعل. انا شايفاك عايز تفكر مع نفسك، عايز يعني عايز تلاقي حل، عايز تشوف ترجع بحاجة افضل. يعني انا شايفاك انت عامل كده يا برج الجدي، عايز تمشي، عايز تبعد، بس ماشي وانت زعلان. يعني شايفة كمان هنا التواصل في الافكار او في يعني او في الكلام او كده، شايفاه في عنف شوية منكو انتو الطرفين، شايفة في عنف، شايفة في عتاب ومشادات كتير جدا، شايفة في اختلاف كمان. انتوا ممكن تكونوا اتنين مختلفين عن بعض، شايفة في اختلاف. بعضكو ممكن يكون بيخبي علاقة، يعني بيخبي علاقة هو يكون فيها، ده هيكون للبعض مش للكل. لبرج الجدي بيخبي علاقة، بيحاول يدافع عن نفسه فيها، لكن شايفاك هتاخد قرار قريب ان شاء الله. يعني شايفاك هتاخد قرار بانك انت اللي تكون مسيطر على العلاقة العاطفية اللي انت موجود فيها او العلاقة الزوجية اللي انت موجود فيها. هتاخد قرار ان انت تكون مسيطر، ان انت يكون ليك رأي، ليك كلمة، انت اللي بتتحكم، بس مش هتظلم الطرف التاني. يعني انت في نيتك انك انت اللي تمسك كل حاجة في ايدك، لكن ما من غير ما تظلم حد، ده تفكيرك انت. لكن انا شايفة عتاب كتير، بس ممكن يكون بعد العتاب ده في صلح. وممكن تكون كمان بالنسبة لبعضكم دي علاقة زوجية قديمة عن حب لبعضكم، كمان ممكن تكون مرتبط بشخص كان مرتبط قبل كده، او في علاقة ثلاثية يعني هو مرتبط قبل كده. شايفاك في حاجات مش فاهمها يا برج الجدي، ده بالنسبة لوضعك انت. الطرف التاني بقى الزوج او الزوجة، يعني انا شايفة انت مع طرف متحفظ شوية، عنده فعلا شوية غموض، في تحفظ، بس الطرف ده تعبان. يعني الطرف ده
تعبان متضايق، ممكن للبعض الطرف التاني يكون مسافر او يكون بيفكر في سفر او تكونوا من بلاد مختلفة، في وضع انتوا فضلتوا فيه الوضع ده فضل متعلق لفترة، او هو بالنسبة للطرف التاني هو فضل متعلق معاك في وضع من فترة لان هو كان مستني منك حاجة وانت ما عملتهاش، يعني كان مستنيك انك تعمل حاجة انت، او مستني انك تقدم حاجة وانت ما قدمتهاش، والوضع ده متعلق وانت واقف على فكرة يعني، او هو شايفك كده، دي نظرة الطرف التاني بالنسبة لك. في حب، في حب، علاقة روحية، في علاقة روحية، لكن في حزن، في حزن، في جمود، في وضع متعلق، في خسارة، في غموض كمان، في حد قلبه مكسور، ممكن الطرف التاني يا برج الجدي يكون حاسس ان هو قلبه مكسور منك، يكون حاسس ان انت خدعته، ممكن تكون القراءة عكسية، لكن الطرف التاني هو عايز ياخد قرار، يعني عايز يحسم المسألة دي. انا بتكلم هنا بالنسبة للمتزوجين، في مسألة في علاقتكم هو محتاج ان هو يحسمها، ممكن يكون منعزل عنك شوية ان هو بيفكر، محتاج يفكر بحكمة، او محتاجك انت تفكر، يعني تشوف الطريق او تشوف الحياة او تشوف العلاقة، محتاجك تشوفها بشكل تاني. هو شايفك كمان حد كويس، يعني هو بيشوفك حد كويس، بيشوفك حد ناجح، بيشوفك حد ليه مستقبل، بيشوفك حد عملي، او بيشوفك حد ممكن يعني اي حاجة بتدخل فيها او اي حاجة بتعملها انت بتقدر تنجح فيها، عندك طموح، عندك يعني قدرات خاصة بانك تحقق اللي انت عايزه، كمان بالذات لو انت ست من برج الجدي هو بيشوفك متميزة، بيشوفك مستقلة بذاتك، يعني شايف عندك حاجات كتير، مميزات كتير حلوة، وفي حب كمان، لكن في وجع كتير جدا في العلاقة دي، في وجع كتير فيها. النصيحة بتاعتك يا برج الجدي بالنسبة للمتزوجين، يعني ممكن يعني بيقول لك هنا انه اظهر مشاعرك، اتكلم مع الطرف التاني، قول اللي في قلبك، قول اللي انت بتحس بيه، بلاش طول الوقت تفضل مخبي او كاتم او مش عايز تبين، لا اظهر مشاعرك، اتكلم، يعني اوصلوا مع بعض الحاجة في نفس الوقت، يعني استعمل الحكمة، يعني مش شرط عشان تظهر مشاعرك انك يعني تكون متهور او انت تفتكر ان انت كده حد اهوج او انت بترمي نفسك، لا، كل حاجة ممكن تتصرف فيها وتعملها مظبوط وتعملها بحكمة، قدم العرض بتاعك او قدم الخير بتاعك او العطاء بتاعك بشكل انت تشوفه ان هو يليق بيك. ممكن كمان للبعض نصيحة بتاعتك انك تستشير حد، يعني ممكن تسأل حد، او انت في حاجة مش بتظهرها، ممكن انت في حاجة مش بتظهرها يا برج الجدي، الكروت هنا بتنصحك انك تظهر عواطفك، هنا برضو الكينج اوف كابس، يعني شايفاك مقدم كيسك بس فاضي، يعني ما فيهوش اي حاجة، لكن انت عندك حب، اظهر العواطف دي، بينها، كمان هنا انت قافل على نفسك وقافل كده على كل حاجة جوه حضنك، مش مبين اي حاجة، لا اظهر كل حاجة. الطاقات اللي موجودة معايا في القراءة، موجود معاك الطاقة الترابية، موجود معاك الطاقة المائية، موجود معاك الطاقة الهوائية والنارية، مش كتير قوي يعني، الابراج اللي موجودة، شايفة عذراء، شايفة حمل، شايفة ثور، شايفة ايه تاني، شايفة سرطان، شايفة جوزاء، شايفة قوس، شايفة أسد، دي طاقات ودي الأبراج اللي موجودة معايا، أو في جوزاء أهو هنا تاني، في أسد، هي دي الأبراج اللي موجودة معايا يا برج الجدي في القراءة للمتزوجين، ونروح للمنفصلين والمطلقين. قراءة المنفصلين والمطلقين هنقدمها
ثلاث مراحل: ماضي، حاضر، مستقبل، ونصيحة. وهنشوف كمان ايه شعور الطرف التاني من ناحيتكو ايه، علشان لو حد بيسأل عن رجوع. الماضي بالنسبة لك برج الجدي، منفصلين ومطلقين، هقولك طاقتك الاول في الفترة دي. الدس، انا شايفة طاقة الانفصال، طاقة انتهاء علاقة بالفعل. يعني شايفة بعضكم ممكن يكون لسه باصص على الماضي، او لسه مستني رجوع علاقة من الماضي. شايفة جرح كبير جدا في القلب، ممكن يكون في انفصال او في طرف ثالث في الموضوع، او يكون الانفصال بسبب كده. الاول انا شايفاك انت في الماضي برج الجدي. يعني انا شايفة كنت في علاقة حب كويسة، علاقة حب سعيدة، فيها فعلا فعلا يعني في الماضي فعلا دخل طرف ثالث، والقراءة ديت الطاقة اللي موجودة قدامي. يعني ممكن يكون ده عند البعض، ومش شرط الطرف الثالث يكون حب يعني، او شخص ثالث يعني، ممكن يكون اي اطراف. يعني شايفاك في الماضي انت عانيت كتير بعد ما كنت سعيد في العلاقة دي، انت عانيت كتير جدا. ممكن بعضكم يكون بيتعامل مع شخص مسافر او من بلد تانية، او ثقافة تانية غيره، يعني في اختلاف بينك وبين الشخص التاني، في اختلاف وفي بعد. ممكن بعضكم في بعد في المسافة، لكن انا شايفة في العلاقة دي، في الانفصال ده، طرف تالت بجدارة في الطاقة وفي القراءة. فدي الطاقة اللي موجودة قدامي حاليا. شايفاك كنت تعبان، بتعاني جدا من العلاقة دي. ممكن يكون انت يا برج الجدي اللي قررت ان انت تبعد، او تعبك ده بسبب ان الطرف التاني قرر فجأة ان هو يبعد وينهي العلاقة دي. يعني انا شايفة علاقة زواج منتهية، وممكن ما تكونش كانت زواج، لكن في عندي هنا كتير زواج. في الوقت الحاضر بالنسبة لك انت لسه بتفكر في ماضي، لسه بعضكو ممكن يكون في انفصال، لكن مفيش طلاق. لسه بتفكر برجوع، لسه يعني بتقول ان ممكن، يعني عندك الزوارلد. يعني انت عندك هنا بالنسبة لك، انا شايفاك في الاول في وقتنا ده انت متكتف، انت في وضع مش شايف حاجة، مش قادر تقدم خطوة ولا تأخر ولا تتصرف ولا تعمل حاجة. انت في وضع، في وضعك الحالي انت متكتف ومقيد، مش قادر تعمل حاجة. كمان شايفاك بتدافع عن نفسك، ممكن تكون بتدافع عن حياتك، ممكن تكون لسه مصمم ان العلاقة ما انتهتش، مصمم انك ترجع الطرف التاني ليك. في هنا برضو طرف تالت نفس الموضوع. في هنا برضو عندك في الوقت الحاضر دي يعني هدم علاقة، ذا تاور دي هدم علاقة، يعني علاقة خلاص هي انتهت. كمان عند بعضكم هي انتهت بأسلوب مش حلو، يعني الطرف التاني او انت، وكلنا نخلي بالنا ان القراءة ممكن تكون عكسية. الطرف التاني لما نهى العلاقة يا برج الجدي كان بطريقة، يعني لما مشي بطريقة مش كويسة، هد المعبد على اللي فيه ومشي بشكل مش كويس. ده بالنسبة للمنفصلين والمطلقين. يعني بعضكم الطرف التاني ده او انت يعني كان مسيطر عليه طاقة، طاقة خبيثة، طاقة قوية، مسيطر عليه شهواته ورغباته. يعني ما بصش لأي حاجة، ما عملش حساب أي حاجة، كل مسيطر عليه شيطانه. يعني هو ماشي شيطانه بس هو اللي مسيطر عليه، وان هو ينهي العلاقة دي. شايفك بعضكم على فكرة ممكن يكون بيفكر ان هو يبعد تماما. انا شايفاك مكتئب منعزل، بتبص على خسارة. لكن على فكرة انتوا عندكم خطوات كويسة في المرحلة اللي جاية ان شاء الله.
من ناحية العلاقة، شايفاك كمان كتير حذر في الوضع في الوقت الحالي اللي احنا فيه، لان دي قراءة الحاضر، كتير حذر، كتير بتحافظ يعني على نفسك، على مشاعرك، او تكون بتدافع عن نفسك، تكون متهم بحاجة، او حد بيلقي عليك لوم او الخطأ في حاجة وانت بتدافع عن نفسك. قافل مشاعرك خالص. ممكن يكون بعضكم جاله رجوع ورفض، يعني رفض الرجوع، بالذات العلاقات اللي فيها علاقة ثلاثية. انا شايفاك هنا قافل على نفسك خالص، شايفة في الوقت الحاضر في بلوكات، بلوك 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 كتير، ورفض للطرف الاخر او رفض الطرف الاخر ليك يا برج الجدي. المستقبل بتاعك، هنقول الطاقات الموجودة الأول عشان أنا دايما بنسى الطاقات، بندمج في القراءة وبنسى الطاقات. أنا شايفة معاك في القراءة دي طاقة نارية، مائية، هوائية كمان. شايفة وترابية، كل الطاقات موجودة، كل الطاقات موجودة معاك في القراءة يا برج الجدي. الأبراج اللي موجودة، شايفة السرطان، شايفة الميزان، شايفة العقرب، شايفة الحمل، الثور، الجدي، الطاقة بتاعتك. وممكن تكون بتتعامل مع شخص برضو من نفس البرج، من برج الجدي. لو شفت حاجة تانية هقول، لكن هي دي الأبراج اللي أنا شايفاها حاليا قدامي. والجوزاء والقوس دول حاليا، لكن كل الطاقات موجودة. نروح للمستقبل بتاعك ان شاء الله. انا شايفاك يعني انت في عندك علاقة حب جاية لك، علاقة حب، لكن يعني ممكن تكون تقليدية، او ممكن تكون هترجع لعلاقة من الماضي تاني، او تكون انت بالفعل حاليا في عندك علاقة حب والعلاقة دي هتكمل. بس انا شايفاك يعني حذر وغامض في العلاقة دي شوية، يعني مش مدي الامان قوي، او في حاجة مش واضحة بالنسبة لك. هي علاقة حب، هي متبادلة على فكرة، لو بتسأل هي متبادلة من الطرفين، لكن انا شايفاك انت حذر. ممكن ده يكون بسبب حاجات انت تعرضت لها في الماضي، فانت قررت انك ما تكونش زي الاول تاني. شايفاك عندك غموض، شايفاك حذر شوية في العلاقة، وده ممكن يكون من ناحية الطرف التاني اللي معاك او اللي هيكون معاك في العلاقة، لكن هي علاقة حب متبادلة. شايفة كمان يعني في المستقبل هيكون عندك حكمة اكتر، نضوج فكري وعقلي اكتر، يعني بسبب كل الحاجات. ممكن يكون بسبب يعني القدر هنا، عجلة الحظ هنا، هتكون في صالحك لو انت تفكيرك كده، يعني انت هتفكر بعقل جدا كتير في المرحلة اللي جاية، هتكون منعزل، هتكون بتفكر كتير، كل امورك بالعقل والحكمة، هتحكمهم اكتر من العاطفة في المرحلة اللي جاية ان شاء الله. يعني شايفاك ثابت، ثابت في الفترة اللي جاية، وانت اللي بتقرر وانت اللي بتختار، عندك يعني حرية وعندك انطلاقة كده في المرحلة اللي جاية. مش هتكون خايف على حاجة، مش هتكون خايف على حد، يعني بتتصرف بعفوية. في نفس الوقت مشاعرك انت مخلي بالك منها في الفترة اللي جاية ومحافظ عليها، لكن من وقت للتاني انت شوية بتبص على الماضي. ممكن يكون كمان الاكتر اللي هم حصل معاهم غدر او خداع او موضوع طرف تالت، او اللي احنا شفناها هنا اللي هو يعني الحبيب اللي مشي ومن غير اسباب او بطريقة مش كويسة، يعني هد الدنيا بشكل مش كويس. انت شوية هتكون حزين او زعلان على حاجات انت عملتها في دي، قدمتها وخسرت فيها. يعني بعضكم عنده اخبار حلوة كمان، فيها هتجيلك اخبار حلوة، هتجيلك بسرعة في الفترة اللي جاية. في كمان عندك امنية
وانت متحمس جدا بان انت تنفذها. برج الجدي فيه عندك